بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، النهاردة الحلقة الرابعة، هناخد الدرس الثاني في النحو، درس البدل. وإحنا عارفين إن البدل من أسرة التوابع، وأسرة التوابع مكونة من أربع أفراد: الفرد الأول النعت، والثاني التوكيد، والثالث العطف، والرابع البدل. طيب، تابع يعني الاسم الثاني بياخد اعراب الاسم الاول، زي ما كان النعت بياخد اعراب منعوته، وزي ما كان التوكيد بياخد اعراب المؤكد، وزي ما العطف كان بياخد اعراب المعطوف عليه. النهارده ان شاء الله هندرس البدل اللي هياخد اعراب المبدل منه. يبقى احنا عرفنا ان البدل فرد من اسره مكونه من اربع افراد، وهي اسره التوابع. نبدا ان شاء الله البدل. نعرف تعريف البدل، هنلاقي ان البدل هو اسم تابع، اسم يعني مش فعل، يعني مش حرف، اسم تابع بياتي ليوضح الاسم الذي قبله اللي هو المبدل منه. وتسمى بدل علشان خاطر انه ممكن يحل محل المبدل منه، ممكن يحل محل المبدل منه. لو بصينا للفقرة اللي قدامنا، قال الوالد جمال لابنه عادل: أراك قرأت الكتاب نصفه فهل أعجبك؟ فبيقول له: نعم أعجبني الكتاب وأفكاره وأسلوبه. لو بصينا طبعا على الوالد جمال، وبصينا على الكتاب نصفه، وبصينا على الكتاب أفكاره، إيه بقى الفكرة هنا؟ الفكرة هنا إن البدل بينقسم إلى ثلاثة أنواع، وطبعاً كل نوع ليه أشكال مختلفة، كل نوع ليه أشكال مختلفة. فإحنا لو بصينا في الأول لتقسيمة البدل، هنلاقي إن أنواع البدل زي ما إحنا هنشوف دلوقتي أهو: بدل كل من كل اللي هو البدل المطابق، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل اشتمال. لو بصينا مع بعض ونشوف النوع الأول اللي هو بدل المطابق. البدل المطابق فاكرين لما قلنا قال الوالد جمال، الوالد هنا معايا جمال، يبقى ده لقب وبعدين اسم، هنلاقي طبعا الاسم هنا جمال بدل مطابق. فلو بصينا للبدل المطابق هلاقيه ليه عدة أشكال. الشكل الأول منه إنه أولا بلاقي اسم إشارة، وبعديه اسم معرف بأل، ولازم يكون اسم معرف بأل. لو بصينا مثلا على مثال بيقول لي هذا الطالب ذكي، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ وبين قوسين مبدل منه، والطالب بدل مطابق. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان هذا بتشير للمشار اليه اللي بعده اللي هو الطالب، يبقى لازم اتاكد ان اسم الاشاره بيشير للمشار اليه اللي بعده، ما يكونش بيشير لما قبله. ان احنا لو لاحظنا ان مثلا لو قلنا مصر تواجه عقبات كثيره وقد اعلن ذلك الرئيس، هلاقي ان ذلك الرئيس ذلك ما بتشاورش على الرئيس، ذلك بتشاور على العقبات اللي اتقالت كثيره بتواجه مصر، وبالتالي اعلن ذلك الرئيس، هيبقى الرئيس هنا فاعل، وذلك اسم اشاره مبني في محل نصب مفعول به. يبقى اخلي بالي كويس قوي ان لازم اسم الاشاره يكون بيشير للاسم اللي بعده. تمام. وطبعا لو الاسم المعرب بقل جه بعديه اسم الاشاره، اسم الاشاره هيبقى مبني في محل يا رفع يا نصب يا جر نعت. نيجي بعد كده للشكل الثاني برضه في البدل المطابق، هلاقي عباره عن لقب او مهنه او وظيفه او صفه او أو كنيا زي ما أنت عايز، وبعديه علم، وبعديه علم. مثال ذلك لما أقول تولى الفاروق عمر، مين الفاروق؟ عمر. مين عمر؟ الفاروق. طب وإحنا بنتكلم كده أنت ما لاحظتش حاجة؟ ما لاحظتش إن البدل المطابق مساوي تماما للمبدل منه، مطابقا له، يعني مساوي تماما ليه.
مين الفاروق عمر؟ مين عمر الفاروق؟ خد بقى على كده الدكتورة سميرة، الطالب أحمد، الشحرورة صباح، الهضبة عمر، هتلاقي ألقاب كتيرة زائد علم أو وظيفة زائد علم أو صفة زائد العلم أو الكنية زائد العلم، أم المؤمنين عائشة، يبقى هنلاقي من هذا الشكل كتير، لقب أو مهنة أو وظيفة أو كنية زائد علم، وهنا العلم هيبقى بدل مطابق. وطبعا عشان اعرف انه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور لازم اشوف اعراب المبدل منه اللي قبله عشان اخد اعرابه. طيب هنلاحظ بقى لو احنا عكسنا، برضو دي ملحوظة مهمة، لو قلت عمر الفاروق يبقى هنا الفاروق هتعرب نعت، الفاروق هتعرب نعت، نخلي بالنا من الكلام ده كويس قوي. طيب ده الشكل الثاني للبدل المطابق اللي هو بدل الكل من الكل. ولو بصينا للشكل الثالث، والشكل الثالث ده طبعا نخلي بالنا منه أيضا، اللي هو بدل إجمال زائد تفصيل من نفس كلمة الإجمال، بدل إجمال زائد تفصيل يعني من نفس كلمة الإجمال، شبه كلمة الإجمال اللي جاية قبل، زي قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لو بصينا الصراط، صراط صراط الثانية هتعرب بدل، هتعرب بدل منصوب علشان الصراط الأولى مفعول به منصوب. طيب قابلت المعلم، معلم اللغة العربية، برضو نفس الحكاية، المعلم قابلت المعلمة، معلمة اللغة العربية، يبقى هنا معلم الثانية هتبقى بدل مطابق. يبقى أخلي بالي قوي ان المعلم الاولى او الصراط الاولى مثلا لازم ما تكونش لا مبتدا ولا تكون اسم الان ولا تكون اسم الكان، عشان لما بتيجي تتكرر بتبقى الخبر بتاعهم. يعني مثلا لو قلنا اللغه العربيه لغه او ان اللغه العربيه لغه، هلاقي ان لغه هنا يا خبر المبتدا يا خبر ان، تمام؟ أو كانت اللغة العربية لغة، برضو خبر كان، فأخلي بالي من النقطة دي كويس جدا، إن الاسم الإجمالي اللي هو هقرره ما يكونش مبتدأ وما يكونش اسم الإن أو اسم لكان. طيب الشكل الرابع اللي هو اسم معرب بالإضافة وبعديه علم، وغالبا بيبقى التعريب بالإضافة هنا بالضمير، وممكن يجي باسم معرفة ألف ولام أو غيره، لكن الشهير قوي في الوضع ده اللي هو زي بلدنا مصر تتقدم، بلدنا مصر، دولتنا مصر، ابننا أحمد، شيخنا متولي، يبقى بالتالي هلاقي اسم نكرة زائد ضمير زائد علم، يبقى العلم هنا هيبقى بدل مطابق. طب أخلي بالي لو الاسم النكرة زائد الضمير جه بعديه اسم معرب بألف ولام، يعني لما أقول مثلا قرمت الدولة ابنتها مع العزيزة، يبقى ابنتها العزيزة، العزيزة هنا هتبقى نعت، لكن لو قلت ابنتها العزيزة سميرة يبقى سميرة هنا بدل مطابق، ابنتها سميرة بدل مطابق ابنتها العزيزة، هيبقى العزيزة هنا نعت، وممكن الاتنين يجوا ورا بعض ابنتها العزيزة سميرة، هيبقى نعت وبعديه البدل. دول تقريبا أشهر أربع أشكال للبدل المطابق اللي هو بيكون فيه البدل مساوي للمبدل منه أو مطابقا له. طيب لو جينا بعد كده لبدل بعض من كل، هلاقي إن البدل ده غالبا ليه ثلاث أشكال معروفين جدا وهم اللي بيجوا كتير، نخلي بالنا لأن كل نوع من دول ليه أشكال محددة بيجي بيها كأنه كده معايا بيظهر في كذا بدلة بكذا شكل، فنشوف الموضوع ده. البدل بعض من كل، البدل هنا هيكون البدل جزء مادي حقيقي من المبدل منه، هيبقى جزء مادي حقيقي من المبدل منه، وفي الحالة دي البدل بيكون بيحتوي على ضمير، والضمير ده اللي هو الرابط اللي بيعود على المبدل منه، وبيطبقه في حاجتين، في النوع مذكر أو مؤنث، وفي العدد مفرد أو مذكر مفرد أو مثنى أو جمع.
يعني مثلا على سبيل المثال لما أقول مثلا رأيت السفينة شراعها، لو بصينا هنا الهاء اللي في شراعها بتعود على مين؟ على السفينة. فبالتالي شراعها جزء من السفينة ولا كل السفينة؟ جزء مادي حقيقي من السفينة اللي هي المبدل منه. عشان كده شراعها هنقول هنا ايه على شراعها؟ بدل بعض من كل منصوب، عشان السفينة مفعول به منصوب بالفتح. طيب يبقى تعالى نحط اشكال للبدل بعض من كل. هنقول الشكل الاول ان البدل بيكون جزء مادي حقيقي من المبدل منه، زي المثال اللي احنا قلناه، او اعجبتني الفتاة مثلا شعرها، فهنا الشعر جزء مادي حقيقي من الفتاة، وبالتالي هيبقى بدل بعض من كل. أعجبني المنزل سقفه، برضو السقف هنا جزء حقيقي من المنزل، والهاء الضمير الرابط اللي بيعود على المنزل، وضمير طابق المنزل في الإفراد وطبقه في التذكير. لو بصينا للشكل الثاني لبدل البعض من كل، هنلاقي ان في بعض الألفاظ لو اتصل بها ضمير بتصلح ان تكون بدل بعض من كل، زي مثلا فوق هنا قرأت الكتاب نصفه، يبقى عندي ربعه، خمسه، ثمنه، تسعه، عشره، أوله، آخره، يبقى بالتالي مقدمته، مؤخرته، جزءه، معايا كده ممكن كلمة جزء، بعضه، معايا كده ممكن كلمة صغير، يبقى دي كلها كلمات معظم، أغلب، أكثر، أقل، صغير، بعض، جزء، نصف، سلس، سبع، تمن، تسع، عشر، أول، آخر، مقدم، مؤخر، بس بشرط لازم يكون متصل بضمير، والضمير ده يكون بيعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. أكلت الرغيف نصفه، فهنا نصفه بدل بعض من كل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. قيس بقى على المثال ده، حتى أكلت الرغيف معظمه أغلبه، أقدر أقول كله؟ لا، ما أقدرش أقول كله، عشان كده دخلت في التوكيد، أبقى كده دخلت في التوكيد. يبقى بالتالي لازم يكون جزء من المبدل منه وجزء حقيقي. الشكل الثالث بقى اللي احنا بنقول عليه التفصيل بعد الإجمال، برضو في البدل بعض من كل، احنا ما زلنا في البدل بعض من كل. حالة التفصيل بعد الإجمال ان انا اجيب المجمل الاول واجيب بعده التفصيل بس يكون معطوف عليه، البدل هنا بيبقى معطوف عليه، جاي بعده حرف عطف، يعني زي اتق الله في الضعيفين. مين هم الضعيفين؟ المرأة والإم واليتيم. هلاقي ان انا مش هاخد البدل الاثنين، انا هاخد البدل المرأة، تمام، والمرأة جزء من الضعيفين وليست كل الضعيفين. طب لاحظنا حاجة في الحالة دي بتاعت البدل بعض من كل؟ لاحظنا ان البدل ما بيحتويش على ضمير رابط بيعود على المبدل منه، يبقى الحالة دي مستثناة من الضمير، تمام؟ قيس على كده بقى، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، حضر الطلاب أحمد ومحمد وعلي، طبعا حضر الطلاب من الطلاب أحمد ومحمد وعلي، يبقى هاخد أحمد بدل بعض من كل، لأن أحمد جزء من الطلاب وليس كل الطلاب. وبرضو نأكد على أن مفيش ضمير بيعود على المبدل منه. نيجي بعد كده لبدل الاشتمال، هلاقي ان بدل الاشتمال في هو ليه صورة معايا، اما بيجي شيء مادي محسوس بس ما بيبقاش جزء حقيقي من مشتملات المبدل منه، او يكون معايا كده شيء معنوي، وده اغلبه البدل الاشتمال بيبقى اغلبه اشياء معنوية، زي اعجبني الكتاب اسلوبهم. فهنا البدل الاشتمال هو الذي يكون فيه البدل بيدل على معنى أو صفة اشتمل عليها المبدل منه وليس مطابقا له ولا جزءا حقيقيا من أجزائه.
ولازم بدل الاشتمال يحتوي على الضمير الرابط اللي احنا اتكلمنا عليه اهو، اعجبني الكتاب اسلوبه. طبعا الكتاب هنا فاعل واسلوبه هنا بدل اشتمال مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. زي ما اقول برضو اعجبني محمد خلقه، معايا كده؟ خلقه، اخلاصهم، وفاؤه، كل دي اشياء معنوية هتبقى بدل اشتمال. واشوفكم بإذن الله في الحلقة اللي بعدها، نستمع إلى درس. كن جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.